نسخة من جده في الملامح والصوت، قدر كمان ياخد منه اللقب واتشهر في الوطن العربي بصوت النيل الجديد تمينه محرم فؤاد، اللي ناس كتيرة ما تعرفوش ان هو حفيد الفنان الراحل محرم فؤاد، واللي بيعتبر واحد من نجوم العصر الذهبي في مصر في الستينات. تمينه اتشهر في الوطن العربي وتصدر ترند بعد ما انتشر صور ليه وهو قاعد على قهوة في اسكندرية لما كان بيزور مصر من فترة، وطلع في ناس كتيرة معجبة بصوته وموهبته، خصوصا ان هو قرر يمشي على نهج جده المطرب الراحل محرم فؤاد. تمينه عنده 27 سنة، اتولد في بلجيكا لكن ليه 3 اصول، الاصول المصرية طبعا، وكمان عنده اصول بلجيكية ولبنانية. عايش حاليا في بلجيكا لكنه مرتبط شوية بالعالم العربي بسبب جده محرم فؤاد، واللي ما ورثش منه حب الموسيقى بس، ده ورث منه كمان الملامح والصوت. تمينه نشأ في أسرة موسيقية، وده طبعا لان جده الفنان محرم فؤاد قدر يورث حب الموسيقى لابنه طارق، وبعدها انتقلت لحفيده تامينو، والدته هي اللي اطلقت عليه اسم تامينو، لكن والده اصر انه يسميه اسم عربي علشان يحتفظ بهويته، علشان كده اطلق عليه اسم امير، لكن طبعا هو اتعرف في بلجيكا باسم تامينو، وبقى ده الاسم الرائج ليه، خصوصا انه مميز في عالم الغناء. تامينو عاش 5 سنين بس مع جده محرم فؤاد قبل ما يتوفى سنة 2002، لكن هو محتفظ بألبوماته الغنائية اللي قال انه كان بيسمعها دايما من وقت للتاني وهو قاعد لوحده في البيت، اللي ساعدته يبدأ مشواره الفني وهو عنده 17 سنة ودخل معهد امستردام الملك المتخصص في الموسيقى، علشان تكون دي بداية الطريق لتامينو. تامينو بدأ مسيرته الفنية فعلا سنة 2016 واتعرف بسرعة جدا وحقق شهرة كبيرة، وده بعد اقل من سنة لما فاز في مسابقة المواهب الموسيقية الصاعدة في بروكسل، ووقتها اتشهر في الأعلام وأطلقوا عليه لقب صوت النيل الجديد. طبعا ده لأن جده المطرب الراحل محرم فؤاد كان لقبه صوت النيل. تامينو شارك في عدد كبير من الحفلات الموسيقية والمهرجانات العالمية في كل حتة في أوروبا، وأصدر أول ألبوم غنائي لي سنة 2018، وحقق نجاح كبير جدا على مستوى العالم.